فكرة جت الأول عن طريق ولادنا. إحنا already parents أو أولياء أمور زي كتير جدا من يعني أولياء الأمور في مصر، واجهنا مشاكل كتيرة مع المدارس اللي كانوا فيها ولادنا. فمن هنا جت الفكرة في إن إحنا كل حد ممكن يقول إن إحنا لازم نبدأ بنفسنا، لازم نغير من ابتداء من البيت أو من الشكل الصغير بتاع الأسرة يعني. فإحنا قلنا إن إحنا هنبدأ بنفسنا وهنبدأ نغير الواقع على السكيل الصغير بتاعنا. فابتدينا الأول نشوف إيه المتواجد أصلاً عالمياً في الأنظمة اللي ممكن تكون مخالفة شوية أو ليها توجهات غير الـ traditional education أو التعليم التقليدي العادي. ومن هنا ابتدينا نشوف التجربة اليابانية شكلها عامل إزاي، التجربة الفنلندية شكلها عامل إزاي، كل البلاد تقريباً اللي هي وصلت لمستوى عالي جداً من التعليم.